النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. اختتمت صادرات البحرين ورشة عمل تحت عنوان تمكين الصادرات من خلال التجارة الإلكترونية بالشراكة مع مجموعة علي بابا دوت كوم للتجارة الإلكترونية، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركا من رواد الأعمال والخبراء وأصحاب المصلحة والمدراء التنفيذيين وخبراء الأعمال من مختلف القطاعات. وأقيمت الورشة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وتهدف الورشة إلى إظهار كيفية الاستفادة من إمكانات منصة علي بابا دوت كوم للمؤسسات التي تتطلع إلى التوسع والتميز في أسواق التجارة الإلكترونية العالمية. من جانبه قال سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة صادرات البحرين إن الشراكة مع مجموعة علي بابا دوت كوم تجسد الالتزام بتعزيز وتزويد الأعمال بمنصات عالمية المستوى التي ستغير قواعد اللعبة لدى المؤسسات القائمة في البحرين، وإنهم فخورون بتقديم هذه الورشة والتي تعتبر خطوة البداية لهذا التعاون نحو رفع الصادرات الوطنية وتعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكدت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين السيدة صفاء شريف عبد الخالق أهمية هذا التعاون مع مجموعة علي بابا دوت كوم، والتي تمثل خطوة نوعية مثمرة تضاف إلى سلسلة الخطوات التطويرية للمؤسسات القائمة في البحرين لتمهيد الطريق أمامها للتوسع إقليميا وعالميا. نسعى دائما في صادرات البحرين على العمل في طرح مبادرات وحلول إبداعية تعمل على دعم وتطوير التصدير من مختلف القطاعات. هالحدث يعتبر الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف المرجوة من خلال شراكتنا مع علي بابا دوت كوم، واللي تعتبر شهادة التزمنا فيها لتعزيز البصمة التجارية العالمية للمؤسسات المحلية والسعي في تمكين المصدرين من التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. سعداء بشراكتنا مع صادرات البحرين في تنظيم هذا الحدث، ونأمل أن اليوم يكون أول خطوة في بداية مشروع بطموح لزيادة صادرات البحرين من خلال منصة علي بابا دوت كوم للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، ومن خلال علي بابا جروب كمجموعة شركات. يعني طبعا من ما تم استعراضه هي فرصة جيدة إلى شركات الموجودة في البحرين لعرض منتجاتها، سواء كان لخلق الفرص البينية بين الشركات والعملاء في البحرين، وفتح أسواق جديدة قد تكون إقليمية أو عالمية. اليوم استضافت هذه الندوة بالتعاون والشراكة مع صادرات البحرين لدعم مبادرة صناعة في البحرين ولدعم استراتيجية يعني تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وباستضافة علي بابا كشركة رائدة عالميا، احنا فخورون بأن صادرات البحرين اختارت بي بي اف تكون شريك لها في استضافة هذا الحدث. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. انطلق منتدى الأعمال البحريني الهنغاري عبر وسائل الاتصال المرئي، وأكد السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال المنتدى أن القطاع الخاص البحريني ونظيره الهنغاري يحظيان بفرص استثمارية بين البلدين تخدم تعزيز التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى فرص للشركات المجرية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وقطاع التكنولوجيا في البحرين. وقد حضر المنتدى من الجانبين أكثر من 50 شركة متخصصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وتطوير المدن الذكية والطاقة الخضراء وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى الصناعات الإلكترونية وتقنيات إدارة المياه والصناعات الغذائية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة HEPA غابور ينيئي اعتزازه بالعلاقات الهنغارية البحرينية والتجارية الثنائية المتنامية، وأشار إلى أن صادرات هنغاريا إلى البحرين بلغت 15 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صادرات البحرين إلى المجر 8 ملايين دولار أمريكي.
بدورها قدمت سوسن أبو الحسن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لمحة عامة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الاقتصاد الرقمي في البحرين، لافتة إلى أن البحرين هي بوابة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ تريليونا وستمائة وسبعين مليار دولار. وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الهنغارية الدكتور لازلو باراغ أن 80% من الصادرات الهنغارية تتجه نحو القارة الأوروبية، وأن 20% منها فقط يتجه نحو الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه ومن خلال مملكة البحرين وباعتبارها أحد المراكز المالية المتقدمة في المنطقة يطمحون للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بوابة البحرين.